السلام عليكم. اليوم رانا في الحديقة العمومية تاع باب زوار، ونروح نشوفوا الجزء الثاني من هذه الحديقة لأن الحديقة كبيرة. اليوم نروح نشوفوا الجزء اللي قريب للمركز التجاري نتاع باب الزوار، ونشوف هل من جديد يعني الناحية نتاع التهيئة هذه، نشوفوا وش فيها وش ما فيهاش. نزيدوا نطلعوا نروحوا نشوفوها من المركز التجاري، نطلعوا الفوق في المركز التجاري ونطلعوا من الشرفات تاع المركز التجاري ونشوفوا النظره من الفوقيه، نشوفوا الشكل تاعها بصفه عامه. اذا هنا المنطقه هذه تقريبا انتهت الاشغال بها، انتهت الاشغال بها. هذه الجهة ممكن الآن ممكن افتتاحها للزوار. لاحظ الأشغال هنا تقريبا انتهت، وهذه خاصة مليحة للأطفال، مليحة للأطفال. وهذه الأشكال هذه جميلة جدا، هذه الأشكال مليحة لأنه علاه نقول لكم علاش مليحة. هذه تدخل في إطار التهيئة أو ما يقال التهيئة العمودية، لازم تكون فيه تهيئة عمودية، إن أنا ميناجمون أون 3D 3 ديمونسيونيل، لازمش تكون مساحة مسطحة عندك إكس إيكغيك، لازم إكس إيكغيك وزاد. إذا لازم تكون فيها تهيئات عمودية، يا إما تكون تمثال أو هياكل مظلات تمد الظل مثلا، لازم تكون في هذه التهيئات العمودية لأنها تزيد من القيمة نتاع المكان وتزيد من القيمة نتاع التهيئة هذه. وهنا نشوف الكراسي هذه البيضاء، هذه راهي فيها اشكال كثيره، شيء جميل تكون هكذا بهذه الاشكال. اذا هذه هي التهيئه، هذه تعتبر حديقه تاع للاطفال، للعب الاطفال. اذا هذا هو. وهنا نشوف الوضع نتاع الحجر، الحجر يعني الوضع ديالو غير لا فينيسيون ناقصه بزاف، لازم لو بونساج، لازم لو بونساج باش يبدا مليح. اذا هذا هو هذه المنطقه المقابله لحي المقابله للمركز التجاري، انتهت الاشغال بها. اذا هذا هو. نزيد نروح نشوفوها من الفوق من هذيك الشرفات نتاع المركز التجاري، نشوفوها من الفوق، شوفوا الشكل ديالها افضل. اذا ما تبعدوش، بقاو معنا، سنذهب الى هذه الشرفات وناخذ. وهذه كذلك هذه المظليات ما يسمى لي بيرغولا، هذه لي بيرغولا حاجه مليحه، حاجة مليحة.
كاين عائلات يقدروا يريحوا فيهم، لكن البيرغولا هذه ما لازمش تكون غير هذا الشكل، لازم يكونوا الشكل لينير، وكذلك لازم يكثروا منهم باسكو يكون الغاشي ويكونوا الناس تكون السخانه والاطفال وكذا. لازم هذه الاماكن نتاع الظل يكونوا فيها الامكانيه باش الانسان يريح في الليله. هذه هي نعاود نرجعو. وكذلك الحاجة الإيجابية في هذه الأماكن ما غرسوش بزاف نخل، غرسوا أشجار مختلفة لازم العناية بها. وهنا كذلك داروا هذو لي بوردور نتاع الاشجار حديديه اون فونت، هذو لي بوردور تاع الاشجار ملاح ملاح الطريقه، لكن تبقى قضيه لا فينيسيون، لا فينيسيون ناقصه، ولي تريتمون دو سيرفاس كذلك، لي تريتمون دو سيرفاس ناقصين ناقصين لا فينيسيون ولا غير لا فينيسيون ناقصه، لا فينيسيون ناقصه. إذن هذه هي التهيئة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. وكذلك حبيت ناكد حاجه، هذه المساحات ما لازمش يديروا لهم لي كلوتير، ما لازمش لا كلوتير، لا 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 ما لازمش يديروا لهم لي كلوتير، ما لازمش. خبوا الدراهم هذوك تاع لي كلوتير، ديروا بهم حاجه اخرى. لي كلوتير ما لازمش، لازم يقدروا يديروا ان سيباراسيون، بوردور تكون عاليه، يعني تكون 50 60 سنتيمتر، تكون بوردير عالية برك بدون ما يديروا لي كلوتير، باسكو راك اون ميليو اوربان ما ديرش لا كلوتير يا عباد الله، ما تسحقش لي كلوتير. هذه مساحة كبيرة تاع الألعاب وكذا، ما ديرش لي كلوتير، خليها مفتوحة. هذه المساحات لازم تبقى مفتوحة، ديروا ان بوست، ديروا عساس ولا زوج، وديروا ان بوست دو بوليس، باسكو المساحة كبيرة وجاية في منطقة فيها المؤسسات وكذا، ومنا ديروا ان بوست دو بوليس قريب، حتى هذا بوست دو بوليس داخل الحديقه هذه، وخلاص ما ديروش لي كلوتور هادو، ما ديروش. بوردور تكون بوردور عريضه عريضه 60 سنتيم، بوردور عريضة 60 سنتيم، سامبل سامبل، فيها بتيت ديكوراسيون من الفوق بالبيطون، بوردور وفي البيطون بلا ما تزيد لها، ما تزيد لها لا الحديد لا البارير لا 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 والو، ان بتيت بوردور بيان فات وتكفي الحال، وتكون عريضة
عريضة 60 على الأقل 60 سنتيم، وهذا ما كان أون بيتون، بيتون نو. ولا حبيت تغلفوا غلف هذاك البيتون بالحجارة، هذه الحجارة المارون هذه بتيت ريفاتمون وصاي، بلا ما تديروا هاد لي كلوتور هادو حتى ولو هذه لا كلوتور ماهيش عالية بزاف، لكن معليش افضل شيء هو بدون ما تخلوها مفتوحه، خلوها مفتوحه. Thank you.